بسم الله الرحمن الرحيم. السيد محمد النايم نائب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد محمد النايم نائب رئيس جمعية تجار الخضر والفواكه بمجلبة فاس بن سودا. بادئ أدي بدئين كنحيي الإخوان جميعا على هذه الوقفة اللي وقفوا، اللي هي ضد التلاعبات وضد الخروقات اللي كتعيشها مدينة فاس. مدينة فاس كانت حتى الآونة الأخيرة، وهي كما قال الأخ كانت مازال الأمور شوية شوية، أما دابا كما كيقولوا قد طفح الكيلو، وكنقولوا حنا بالدارجة وصل الجنوين العظم، بمعنى أن هذا التاجر اللي كان كيبيع ويشري وكان مازال كيترجى الله عز وجل في هذا السوق وكيصور الدرهم لوليداته، وعلى اثر ذاك التصوير اللي كيصور هو حتى ذاك معاشو كان خدام، دابا ملي كنجيو نديروا البيلون الاحصائيات معاشو الدقدق، التاجر الدقدق، كلشي الدقدق. اذا لابد هذه الحاله هذه من حلها. هذا الحل هذا عياو الجمعيه عياو الاخوان كيهبطوا، جلسوا مع الجماعه، جلسوا مع العمده، جلسوا مع الوالي، مع نائب الكاتب العام، مع الكاتب العام، جلسنا مع الباشاوات، مع القياد، على هذا المشكل هذا. الحل ما لقاوش لهذا المشكل هذا، ما عرفناش واش هذا شي حل عاوز جدا ولا هو حل بسيط. جميع المدن الا وكيكون فيها الحلول الا في هذه مدينه فاس. اذا هذا المشكل الاول، وهو المساله البيع العشوائي. راه نهار هذا راه قتل التجاره في هذه مدينه فاس، وهو البيع العشوائي، ومناطق معروفه لدى العام والخاص. اي واحد مشيتي عنده زايد محتاج نعرفوها، اي واحد من القياد مشيتي عنده وقلت له المنطقه ديالك شكون كيبيع، يقول لك فلان وعلان وفلان، عارفينهم. اذا لابد من توقيف هذه المساله، هذه خصها توقف. النقطه الثانيه، عينا ما نبحوا، بمعنى كنبحوا ولينا كلاب، عينا ما نبحوا على هذا المرفق ديال السوق ديال هذا ديال المجلبه ديال فاس بن سودا باش يكون الاصلاح ديالو يتصلح. لكن للاسف لا اذان مع من تهضر، ما كاينش لا اذان، كلشي اذان صماع، ما كاينش مع من تهضر. اذا حنا المحبسين السوق اللي باغي يدخل المشكل، حنا واقفين واحد الوقفه، اننا بمعنى هذه الوقفه هذه سنقول لهذا المسؤولين، هذا كتوجيه انذاري، اننا راكم الى ما نقدتوش هذا السوق راه غتلقاو هاد الناس كلهم اللي كتشوف فيهم، من ارباب الشاحنات، من معاشويات، من تجار، من نائب التاجر الى غير ذلك، كلشي غتلقاوه مفلس وكلشي غادي يولي يسعى. نتوما كتحاربوا السعايه وكتحاربوا كذا، راه الناس كلهم غادي يوليو يسعوا. اذا نسال الله عز وجل ان يسكن هذا الاذان ديالهم، يسمعوا هذه الهضره هذه وتوصلوا لهم هذه الرساله هذه باش يفكوا هذا المشكل في القريب العاجل. وكنوجه هذه الرساله على وجه الخصوص للملك عاهل البلاد سيدي محمد السادس حفظه الله ورعاه، وكذلك كنوجه هذه الرساله في نفس الوقت، كنوجه هذه الرساله في نفس الوقت الى رئيس الحكومه، وكنوجهوا هذه الرسالة في نفس الوقت إلى وزير الداخلية، أنهم يتحملوا المسؤوليات ديالهم، لأن هاد الناس هادو دائما كيتنصلوا وكيوجهوا لنا ليهم، كيقول لك راه هادوك هما اللي ما داروش، هادوك هما اللي ما فعلوش، هادوك هما اللي ما صنعوش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.